أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية. أعلنت وزارة التخطيط الحالية ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني الماضي بنسبة 15% وارتفاع السنوي بنسبة 8.4%. وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة إن معدل التضخم لشهر تشرين الثاني الماضي ارتفع بنسبة 15% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي سبقه. وأشار الجهاز إلى أن السلع التي كانت الأكثر ارتفاعا في الأسعار الشهرية لشهر تشرين الثاني عن تشرين الأول من العام 2021 فقد سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره 3.7%، كما سجل قسم الملابس والأحذية نسبة ارتفاع بلغت 2%. أكد قائم مقام أربيل نبز عبد الحميد أن الفيضانات والسيول التي ضربت المحافظة خلال الأيام الماضية تسببت بخسائر بشرية وأضرار مادية بلغت 21 مليار دينار عراقي. وقال قائم مقام أربيل أنه جرى تشكيل لجنات لمعرفة الأسباب ومحاسبة المسؤولين عن تداعيات السيول التي خلفت خسائر كبيرة بممتلكات المدنيين وصلت لأكثر من 21 مليار دينار، فضلاً عن أضرار كبيرة لحقت بالمباني العامة والطرق والجسور وشبكات الماء والكهرباء. انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في تعاملات ثلاثة في بورصتي بغداد وأربيل، وسجلت بورصة الكفاح والحارثي المركزية في بغداد 147,750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي في ارتفاع واضح في تعاملات الاثنين، الذي سجل 147,850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار أمريكي. وفي أربيل فقد شهدت أسعار الدولار انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر الشراء 147,800 دينار لكل 100 دولار أمريكي. قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إن الناتج المحلي الإجمالي لليمن انكمش بنسبة 50% ما بين العامين 2014 و2020. ووفق تقرير للأمم المتحدة فقد شهد اليمن انخفاضا كبيرا منذ منتصف العقد الماضي بعدما انهار نمو الإنتاج المحلي الإجمالي. وشدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خلال زيارة للسعودية على أهمية الاستقرار الاقتصادي وتحسن صرف العملة المحلية واتخاذ المعالجات والتدابير العاجلة للتخفيف من معاناة الشعب في ظل الظروف الراهنة. هذا ويتوقع أن يطلب اليمن من السلطات السعودية دعما ماليا عاجلا لتحسين سعر صرف الريال اليمني الذي شهد مؤخرا تراجعا غير مسبوق. انتعشت الليرة التركية الثلاثاء بشكل قوي بعد تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان لتعوض نحو 30% من الانخفاض الذي شهدته أمام الدولار. وقال الرئيس التركي أردوغان عقب ترأسه اجتماعا للحكومة إن بلاده ستطلق أداة مالية جديدة تتيح تحقيق نفس مستوى الأرباح المحتملة للمدخرات من العملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة. وإثر هذه التصريحات ارتفعت الليرة التركية الاثنين مقابل الدولار بنسبة 22.3% لتبلغ 14.27 مقابل الدولار، بينما شهد ثلاثاء انخفاضا متذبذبا حيث وصلت إلى 12.70 ليرة مقابل الدولار الواحد، بعدما كان قد وصل سعر الصرف إلى 18.36 مقابل الدولار الواحد أمس الاثنين. قال مصدران من منظمة أوبك أن التزام أوبك بلس بتخفيضات إنتاج النفط ارتفع إلى 117% في تشرين الثاني من 116% في الشهر السابق، ما يشير إلى أن مستويات الإنتاج لا تزال أقل بكثير من الأهداف المتفق عليها. وأظهرت البيانات أن التزام دول أوبك العشر المشاركة في تخفيضات الإنتاج بلغ 122%، فيما حققت الدول المشاركة من خارج أوبك التزاماً بلغ 107%. وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها عن سوق النفط لشهر كانون الأول إن أوبك قللت من الهدف لإنتاجية النفط بمقدار 650 ألف برميل يومياً الشهر الماضي مقارنة ب 730 ألف برميل يومياً في تشرين الأول. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.